والمشكل اللي كاين عند الحكومه الموقره اليوم، ولكن حنا دائما كنقولوها لها، ولكن مع كامل الاسف دائما ما تاخذها العزه بالاثم. ما كيتصنتوش، ما كيبغوش يسمعوا، ما عندهمش دور استباقي، عندهم دور الاطفائي. يعني الدور الاستباقي هو انه كيحاول يستبق باش ما يوقعوش مشاكل. هما الدور اللي يعني كيتميزوا به هو ان حتى كتشعل العافيه، حتى كيتقاتل المواطن، حتى كيبدا كيغوت المواطن، حتى كيبدا كيبكي، حتى كيبدا كينزف الدم، عاد كتكون شي اجراءات ترقيعيه كما شفنا على واحد المجموعه ديال 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 المستويات. فاعتقد ان اليوم يعني صعيب اليوم فاش كنبداو الكلام باش نهضروا على العجز ديال حكومه الكفاءات، وهي باعتقاد يعني اضعف حكومه هذه بشهاده المغاربه اللي عرفها المغرب، سواء على مستوى العقم التواصلي ديالها ولا سواء على الجراه لا في صناعه القرار ولا في اتخاذ القرارات. ماشي عيب السياسي يغلط، ولكن يكون جريء، يحس المغربي كما كنقولوا في الحركه الشعبيه عنده الكبده على المغاربه، ولا غلط ما كاين مشكل، ولكن قام بواحد الاجراء، ولكن يغط في نوم عميق ويقول ويتخبى مور التبريرات ويتخبى مور الحرب الاوكرانيه. مزيان الحرب الاوكرانيه يعني اثرت على المحروقات ما كنختلفوش، ولكن ما يمكنش تاثر على البصله ديالي وعلى المطيشه ديالي، ما نقبلهاش. علاش؟ لان هاد التبريرات هذه كتخبي واحد الفشل اللي فعلا كما قلنا في الاول كانت واحد الانطلاقه مسليمه، ولكن في الاخر زاغت على السكه ديالها. سي زين، اش بالنسبه لكم حاضر بقوه انا بني مال، اش كيمثل لكم هذا المقعد ديال الجزئي بالنسبه للانتخاب الجزئي بالنسبه لكم كحزب؟ لا، هاد المقعد ماشي كيمثل لينا حنا فقط كحزب، بل هاد المقعد كنعتبروه فرصه لرد فعل ديال المواطن. المواطن إلا كان فعلا شعر بأن الأوضاع اللي كيعيشها اليوم هي أوضاع مريحة، وبأن الوعود اللي تعطاته بالأمس بأنها اليوم راهي كتحقق، كنظن راه الإشكال ما بقاش مطروح. ولكن المواطن في غياب هذا الشيء، وهذا هو اللي كما قلت هذا هو الحاصل، في غياب يعني لا الالتزام لا بالوعود الانتخابية ولا بالوعود ديال البرنامج الحكومي.